المنظومة التعليمية وإعداد المعلم أصبح إعداد غير صحيح ويفتقر إلى عدة معايير. تجد المواد الأساسية مثلا زي مادة الرياضيات فيها العدد، عندنا احنا في مكتب التعليم مصراتة ممكن 30% من اللي درسوا في المادة المهمة هذه اللي هي أم العلوم أكثرهم غير متخصصين، وهذه إشكالية كبيرة. جيل الكليات اللي سوقها التعليم نفسه زي كلية الآداب والعلوم تفتقر إلى المواد التربوية بالكامل، يعني التدريس والتعليم علم وطريقة، يعني لابد من أسلوب، يعني طرائق التدريس أهم من حتى المعلومة بالإضافة إلى المعلومة. نجيل الكليات التربية الآن تصور المستويات المتدنية خريجين يدخلوا كليات التربية اللي هي تخرج من مدة كثير، يعني حتى 50% تعال خش كلية التربية وتلك التزاحم على مواد يعني لا تحتاجها الدولة أصلا، ما فيش سياسة مرسومة للدولة على المدى حتى 10 سنوات، ما نقولش 20 سنة و 30 سنة. تلقى 70% من كلية العلوم تلقاها تخصصهم أحياء، في حين احتياج الدولة إلى تخصصات معينة. تلقى الاحتياج مثل للغة العربية لأنها من بداية السنة الدراسية السنة الأولى إلى نهاية التدريس يحتاج إلى مدرسة اللغة العربية، تلقى اللي داخلين اللغة العربية أعداد بسيطة جدا. في حين أن التعليم أصبح مكب لجميع الخريجين، تعين الجامعات والمعاهد العليا، تلقى فيها الاقتصاد موجود في التعليم، تلقى القانون موجود في التعليم، تلقى التقنية الطبية تلقاها موجودة في التعليم، تلقى كلية الهندسة موجودة في التعليم. وهذه مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. لما تجيل الأعداد يعني التعليم مفروض يستغنى على الثلثين اللي ما لهمش علاقة بالتعليم هذول ويمشي بالطب، وتلقى في نفس الوقت العجز النوعي في المواد الأساسية.